ماشي، اتفضل عرف نفسك. عمال مراجل البخاريه معتصمين لحد عمال مصر، بقالنا 15 يوم النهارده على التوالي عملنا مظاهرات قدام مجلس الوزراء وادونا وعضو واخلوا بينا، وجايين النهارده قدام القبضه عشان هي السبيل الوحيد اللي ممكن تخلصنا من اللي احنا فيه، من الناس اللي مش شرده في الشارع دي، مش عارفين لهم اي مكان يقعدوا فيها، تلاقي الشركه الناس دي كلها سايبه بيوتها وجايه قاعده على الارصفه، مش لاقي حاجه تعملها، مش شرده في الشارع، عايزين يشتغل. الحكومه عماله تقول العمال عامله اضرابات عشان ما تشتغلش، لا احنا عاملين اضرابات عشان عايزين نشتغل، مش عايزين ما احنا عايزين نشتغل، احنا عاملين اضرابات مش عشان نعطل الشغل ولا نعطل فوائد حقنا، احنا عايزين نشتغل، احنا بنقول يا عمال عايزين نشتغل والحكومه اللي مش عايزه تشغلنا. مطالبكم ايه؟ مطالبنا ان رجوع الشركه ترجع المراجل البخاريه وعمالها يرجعوا فيها، لان العوامل دي كوادر متدربه على اعلى مستوى، ما حتى مش هتحصلوا عليها، حتى لما يفتحوا الشركه يقعدوا يدوروا على الكوادر دي مش هيلاقوها. هما الوقت يستغلوا الكوادر دي عشان يعلموا كوادر تانية جديدة تفضل تبني مصر وتنهض بيها لفوق ان شاء الله. بقالكم قد ايه بقى بتطلبوا المطالب؟ بقالنا 9 سنين النهارده بنطالب بحقوقنا، من ساعة ما البيع الشركة اتخصصت واتباعت وشركات القبضة منفى الشركات العام كلها، هي كل الشركات اللي مخصخصة موجودة في الهيئات دي، ومش عارفين ناخد حق معاهم ولا عارفين، ولا حتى في مسؤول يطلع يقول لنا مثلا، يحدد لنا مثلا بكره بعد بكره الشهر الجاي، كله بيهرب من المسؤوليه. حاولت تقابلوا حد الحكومه يعني؟ حاولت تقابلوا حد الحكومه؟ حاولنا نقابل الناس كلها، من الوزير للغفير ما حدش بيلبي طلباتنا، زي ما انت شايف واقفين في الشارع ما حدش سال فينا، قافلين الباب في وش الشركه دي بتاعتنا، قافلين الباب في وشنا، يعني احنا قافلين الباب، هم قافلين الباب في وش اصحابها. الشركه القبضه دي بتاع العمال، بتاع الناس، مش بتاع حد. هي المخصصه الشركات وهي المتواليه، المفروض ترجع الشركات، هي مش عايزه ترجع الشركات. ليه؟ ناويين على ايه ان شاء الله الفتره الجايه؟ احنا ناويين معتصمين لحد حقوقنا ما تيجي. هتضموا على اتحاد عمال مصر؟ مضمومين على اتحاد عمال مصر بقالنا 15 يوم، ثلاث شركات. يعني انتوا جايين النهارده الوقفه وهترجعوا تاني للاعتراف؟ النهارده الوقفه وبكره ان شاء الله قدام مجلس الوزراء عشان يدونا ميعاد واخلوا بينا مجلس الوزراء.